ماشي وشايف الواقع دي بنفسي بيتعامل مع البشر ان هم قبل الثوره لازم كلاب ما يعرفوش المؤاخذه حقوقهم ايه، في حقوق الانسان وفي ناس المؤاخذه ما ينفعش الناس تتعامل المعامله دي. الواد دوت ابوه كبير وبيتعامل وبيبيع بياع، واخد بالك انت ازاي؟ بياع بياع يعني بياكل لقمه عيش ومعرق جبين، بيعملوا كشاك للناس دي في ميدان الجيزه تحت الكوبري ويبيعوا. لو واحد طلع بعيد عن الكشك بتاعه من حقهم ان هم يتعاملوا معاه، يعملوا اللي هم عايزين يعملوه. البياعين كلها في ميدان الجيزه يتعمل لها كشاك تحت الميدان تحت الكوبري، وفعلا تتعامل معامله ادميه. احنا دلوقتي عهد غير العهد اللي فات، احنا النهارده في حقوق انسان وفي ثوره وفي المفروض كل انسان له حق ان هو يقف يشتغل ويبيع ويكسب وياكل لقمته بعرق جبينه. ما يعملوش زي الاول بقى ويتهموا البياعين ويحطوا لهم حشيش ويحطوا لهم مخدرات ويلبسوهم تهم، الكلام ده كله ما ينفعش.